مفيش يا ابني العسكري ملوش لازمه. ايوه ملوش لازمه طبعا. ما مش هي ولا مش عسكري مش هي. دول كلهم ولاد مبارك. منعيهم. كل المجلس العسكري حزب وطني. كل المجلس العسكري حزب وطني. وانا قلت للطنطاوي قبل كده. قلت له انت ابن مبارك. فصعب الابن يحاكم ابوه. لكن ارجع اقول لك. العدل فوق. كل الناس. لا مش موظف موظف في مبلغ لازم شغال يا فندم. ما كملت التعليمات يا معاذ. عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ طيب. ازيك؟ الحمد لله. التعليمات خير. التعليمات يا باشا. الحمد لله. طيب. ربنا يكرمك. جزاك الله خير. تغيني النهارده ليه يا ام معاذ؟ جايين عشان التصاريح بتاع المحامين. ما بيعملوا لهمش التصاريح وما بنخشش الجلسات وشايفين ان مفيش محاكمه عادله. لغايه دلوقتي مفيش محاكمه عادله. شايف المهرجان اللي بيتعمل والمسرحيه اللي بتتعمل هما بيضروا عاطف الشعب دلوقتي ان مبارك داخل لهم على سرير. فاحنا عايزين نقول لهم ان هما بيضحكوا عليكم بيضحكوا عليكم. ما تنجروش ورا العواطف. ارجوكم يا شعب اقفوا معانا. احنا مش عايزين منكم حاجه. عايزينكم تقفوا معانا لحق الناس دي. حق الشباب اللي ماتت. دول مش ماتوا عشان احنا بس. دول ماتوا عشان الناس كلها والشعب كله. فما تتجروش ورا العواطف. ده واحد نايم على السرير واعي عنده وعي كامل بيبص وبيشاور وبيقول لاولاده داروني داروا عليا وبيبص في الساعه وبيقول افندم وبيقول انا بنكر كل الحاجات اللي هي منسوبه ليا. فيبقى اذا عنده وعي كامل. يبقى اللي هم بيقولوه لنا ده كذب. ان هو فاقد الوعي ان هو عنده نفسيته تعبانه ان هو كذا كذا. ده بيضحكوا علينا بيه ودي مسرحيه بيعملوها. وانا شايفه ان في الاخر عايزين يهربوا الناس دي بره لان انا مش شايفه ان دول سجناء بيضحكوا. حبيب العدل واللي معاه انتوا شفتوا شكلهم عامل ازاي. بيضحكوا عينيهم قد كده بيضحكوا واقفين ولا هم هنا ولا كان هم بيضحكوا ولا كان هم سجناء عايشين كانهم عايشين في بيوت في فندق 5 نجوم. دي مش محاكمه عادله. عليكم السلام. واحنا كنا شباب.